J'ai été à Masr pour un talk de 20 minutes. اليوم سمعناها بتاتخ في الغاديو ما عملت short version la version القصيرة لأن مش عطيكم أكثر تفاصيل how to be the right spokesperson for your brand qui est déjà entrepreneur قلتوا لي les entrepreneurs il n'y en a pas beaucoup hein? mais ceux qui veulent devenir aussi entrepreneurs ils sont là est-ce que تشوفوا رواحكم اليوم que vous êtes la bonne personne باش تحكيوا على المارك نتاعكم vous êtes un peu votre marque c'est un petit peu ça bah, c'est ce qu'elle va vous expliquer Et vous croyez que c'est facile, vous vous dites « Mashrou' Yen, donc forcément, je suis la personne la mieux qualifiée, b'je t'bi'o, b'je t'fassrou, b'je t'arkali. » Eh bien, c'est pas aussi simple que ça, et c'est ce que va nous expliquer Yasmine Elbaz, sous vos applaudissements. Shukran, thank you. The floor is yours. خلال ال 30 دقيقة اللي جاية انتوا مش هتكونوا الجمهور انتوا هتكونوا المتحدثين لأن أنا النهاردة جاية وجايبة معايا ثلاث أنواع من الحضور مهمين جدا لأي رائد أعمال The investor of your dreams, your future partner, your customers مستثمر أحلامك, شريكك المستقبلي وعملائك صباح الخير انا ياسمين الباز وانا بابليك سبيكينج واكزيكتيف سبيتش كوتش قصاد كل بيتش بتنجح 50 ل 100 بيتش بتفشل ولو فكرنا في الاسباب اللي ممكن تخلي ده يحصل ممكن نقول ان قد يكون رائد الاعمال مش دارس السوق بتاعه كفايه او ان المستثمرين شايفين ان فكرته مش هتلاقي نجاح في السوق او ان على سبيل المثال ان ممكن يكونوا شايفين إن فكرته أو الشريحة اللي هتكون مهتمة بفكرته دي مش مربحة بالقدر الكافي بس عمرنا فكرنا إن ممكن تكون الأسباب متعلقة بصفات الانتربرنور أو رائد الأعمال ممكن تكون متعلقة بالمهارات اللي عند رائد الأعمال خليني أشارككم بجملة مميزة جداً سمعتها من خلال مشاركتي كبابليك سبيكينج كوتش في إحدى المسابقات العالمية لريادة الأعمال مستثمر قال لإحدى المشاركين الجملة دي قال له We really love your idea but we don't believe that you are the right person for it احنا حابين جدا فكرتك ولكن احنا شايفين ان قد تكون انت مش الشخص المناسب للفكرة دي وعشان كده لازم نعرف ان ممكن رائد الاعمال هو اللي يكون السبب ان فكرته دي ما تنجحش وعشان كده أنا معاكم النهاردة عشان أكلمكم عن 7 نقاط أساسية هيساعدوكم أن أنتوا تكونوا المتحدثين الأمثل The right spokesperson عن your brands أول نقطة You are what you are selling بمجرد قرار حضرتك أن أنت تكون رائد أعمال اعرف أن أنت اخترت وظيفة 24/7 24 ساعة في اليوم بمعنى ان كل مرة انا بتكلم فيها كرائد اعمال انا بعمل تسويق غير مباشر لفكرتي يعني مفيش speaking engagement عادية او personal بمعنى ان المحادثة اللي حصلت بينك وبين الشخص اللي جنبك قبل السبيتش الconversations او المحادثات اللي حصلت في الكافي بريك من شوية او اللي هتحصل في اللونش بريك او حتى الcommunications اللي هتحصل بعد الكونفرنس كل ده يعتبر تسويق غير مباشر لفكرتك لان احنا بنقول ان الانتربرنور وفكرته وجهان لعمله واحده وخلينا نقول ان الانفورمال بيتشز بتعتبر اهميتها يمكن اكبر بكتير جدا من الفورمال بيتشز وخلينا اقول لكم ان احنا بنعتبر رائد الاعمال هو حمله دعائيه متنقله لفكرته كل مرة رائد الأعمال بيتكلم كل ما بيدخل في conversation هو بيمثل الفكرة اللي بيحاول يبيعها طب ده يخلينا نقول إيه؟ ده يخليني أسأل نفسي هل القيم الخاصة بي وما أؤمن بي كشخص وما أعبر عنه كشخص يتوافق مع اللي بيقدمه المشروع بتاعي وفكرتي؟ طب ده هيأثر على إيه؟ هيأثر إني لو في خلل في التوافق ده أكيد لما هعمل conversation مع أي حد أو أي محادثة الناس هتحس إن في عامل في المصداقية مش موجود خليني أوريكم الموديل
بتاع إيكيغامي وهو Chinese model ليه the reason of being أو سبب الوجود. إحنا عادة كنا بنبص على الموديل ده من ناحية إحنا ممكن نشتغل في إيه؟ الباشن بتاعي فين؟ وأنا أقدر أعمل إيه؟ وأنا شاطر في إيه؟ وعندي السكيلز في إيه؟ لكن خلينا نبص أو نعيد النظر في إن إحنا نبص للموديل ده من وجهة نظر تانية، إن هي تسأل نفسك هو المشروع بتاعي أو الستارت اب بتاعتي أو فكرتي بتقدم إيه؟ إيه القيم اللي بقدمها المشروع بتاعي؟ هل أنا كشخص my beliefs و my values والقيم الخاصة بيا تتوافق مع ده؟ وكل ما كان في توافق مع ده كل مرة أنت بتتكلم فيها هتكون عندك المصداقية، الناس هتصدقك. فأول حاجة you are what you are selling، كل مرة بتتكلم فيها اعرف أن أنت بتعمل تسويق غير مباشر لفكرتك. تاني نقطة هي choosing your audience. طبعا احنا بنسمع كلمة اختار الجمهور بتاعك بنقول ايه؟ اه العملاء. لكن احنا النهاردة قلت ان انا جاية وجايبة معايا مستثمرين وشركاء. خلونا دايما احنا بنقول entrepreneurs بيعملوا pitching للايديز بتاعتهم لافكارهم قدام المستثمرين، صح؟ عشان ايه؟ عشان المستثمرين يختاروا افضل الافكار عشان يستثمروا فيها. طب هو ليه المستثمرين مش هم اللي بيعملوا pitching للخبرات الخاصة بيهم والاستثمارات بتاعتهم لينا كإحنا كأنتربرنورز وإحنا نختار المستثمر؟ إيه ده؟ لا 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 لا، ما ينفعش. هو أصلاً كل استثمار إحنا بنشوفه ده فرصة رائعة فبالتالي إحنا عايزين ناخده، لكن مش بالضرورة الكلام ده صح. خليني أقولك إن أول حاجة ممكن تأثر عليك بصورة سلبية إن أنت ما تختارش المستثمر الصح اللي أنت to approach أو تحاول إن أنت تكسب استثماره. أول حاجة لنفترض إن المستثمر ده أصلاً مش مهتم بالمجال اللي فيه مشروعك. يعني أول حاجة أنا محتاجة أعملها أنا محتاجة أذاكر المستثمر بتاعي، هل هو أصلاً قبل كده كان بيعمل استثمارات في المجال ده؟ فأنا بالتالي لو أنا بحاول إن أنا أقدم فكرتي قدام المستثمر اللي هو ما عندوش أي نية أو ما عندوش أي خبرات في المجال ده هكون بضيع وقتي وبضيع وقته. بس المشكلة مش كده، بس المشكلة أكبر من كده بكتير. المشكلة إن المستثمر ممكن يحب يستثمر معايا في المشروع بتاعي اللي هو في الحقيقة مش أساس مجاله أو ما عندوش خبرات في المجال ده. طيب ما خلاص هو استثمر في المشروع بتاعي فدي good news. بس خلينا أقولك إن قصاد الاستثمار اللي هو بيحطه في مشروعك ممكن ياخد نسبة من الإدارة، وقد يكون بسبب قلة خبرته في المجال ده ممكن تكون مداخلته أو تدخله في الإدارة ده بصورة سلبية مش بصورة إيجابية. تاني حاجة، تخيل إن حضرتك بتحاول تقابل المستثمر اللي أوريدي مستثمر في المنافس بتاعك. تخيل كده، تخيل كده أنت بتقدم لمستثمر على طبق من ذهب كده كل المعلومات الخاصة بمشروعك وكل التفاصيل اللي هو ممكن المنافس بتاعك يستغلها. وتالت نقطة لازم ناخدها في اعتبارنا إن ممكن يكون المستثمر ده أو الشريك ده قيمه الشخصية أو البيزنس ريبيوتيشن بتاعته مش على هذا القدر نقول عليه من إن هي كويسة أو إن هي تضيف ليك، فبالتالي إن أنت ممكن تشاركه أو ممكن تقبل بالاستثمار بتاعه ممكن يوقعك ما يقومكش. فبالتالي تاني حاجة لازم أخد بالي منها إن أنا أختار الحضور بتوعي سواء من عملاء أو مستثمرين أو من شركاء. تالت نقطة، handling the media، التعامل مع الميديا. كشخص بيمثل مشروعه هو spokesperson في الميديا. خلينا أسألكم، طبعا اكيد حضراتكم كلكم في نسبه كبيره منكم اوريدي بداوا الستارت ابس بتاعتهم او بداوا مشاريعهم، مظبوط؟ لو انا سالتك من الاشخاص اللي اوريدي عندهم البيزنس بتاعهم اللي عندهم مشروع او ستارت اب، هو مين المفروض الشخص اللي يتكلم نيابه عن المشروع بتاعك؟ سؤال غريب شويه لان احنا بنقول طبيعي انا صاحب المشروع فانا اللي اتكلم عنه. مش بالضروره. خليني أقولك إن التعامل مع الميديا أو الشخص
The spokesperson أو المتحدث اللي مفروض يطلع يتكلم عن المشروع في الميديا ليه مواصفات معينة. فبالتالي لو حضرتك في الوقت الحالي لا تمتلك المواصفات دي أو لا تمتلك المهارات دي, أرجوك تنحى عن الإيجو بتاعك ووكل الشخص الصح, فوض الشخص الصحيح. تاني حاجة, إحنا طبعاً يعني في الستارت أبس ورواد الأعمال بيحاولوا دايماً إن هم يتجنبوا الحاجات اللي بتحصل غلط في الانفايرمنتس بتاعت الشركات الكبيرة, اللي منها على سبيل المثال إن هم بيحبوا جداً هم يبقوا تيم ورك, يعني كل الفريق كده وان فاميلي, عيلة واحدة, إن إحنا كلنا مع بعض. كل ده حلو جداً, يا ريت نحافظ عليه, بس التعامل مع الميديا وضع مختلف تماماً. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش ان انت تقول ان اي حد من اعضاء الفريق ممكن هو يطلع يتكلم عن المشروع او عن الفكرة بتاعتك او الستارت اب. ما ينفعش. ما ينفعش ان اي حد من الفريق بتاعك يطلع بيان على سبيل المثال على السوشيال ميديا بدون الرجوع لباقي الفريق. خليني اقول لكم, احنا زي ما بنقول في مصر, الغلطة في الميديا بفورة. يعني ايه؟ يعني one single mistake in media could be considered as a crisis, كارثة. فبالذات وقت الأزمات لازم تتفق مع الفريق بتاعك إن مفيش أي حد يتكلم أو يطلع إن هو في الميديا يتكلم عن المشروع أو حتى يطلع حاجة على السوشيال ميديا من غير ما باقي الفريق يكون عارف. وتالت حاجة, تخيل كده لو جات لك مكالمة زي دي. Hello, we are the magazine of blah 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 and we really would love to feature your brand in our magazine. أو Hello, we are the TV program of blah 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 and we really would love to interview you in our TV program. تخيل كده لو جات لك مكالمة من مجلة أو من برنامج تلفزيوني وجاي بيقول لك احنا حابين جدا نستضيفك في البرنامج بتاعنا. أخبار حلوة جدا, صح؟ هي أكيد أخبار حلوة, ما قلناش حاجة, بس هل هي فرصة صح؟ هل كل opportunity إن أنت تطلع في ميديا تشانل معينة هي صحيحة؟ أنا متفهمة جداً إن رواد الأعمال بالذات في بداية شغلهم بيعتبروا إن أي فرصة عايزين ناخدها, بس أنت حتى في اختيارك للميديا لازم متتسرعش. يعني إيه؟ يعني محتاج تسأل نفسك, هل المجلة اللي هي هتتكلم عن ماي بروجكت أو ماي ستارت اب سمعتها في السوق كويسة؟ يعني ايه سمعتها في السوق؟ يعني احنا عارفين كويس جدا ان كل ميديا ليها the kind of values او ليها قيم معينه, فبالتالي انا ما ينفعش اعمل مخاطره ان انا اختار the wrong channel اللي هي ممكن تعرض فكرتي. طب هل الشخص اللي هيستضيفني, المحاور, حتى المحاور اللي هيبقى بيحاورك في البرنامج مهم تاخد بالك منه؟ ليه؟ ممكن يبقى طريقه الحوار بتاعته ما تقومش البروجكت بتاعك, ما تبينش الميزات بتاعته, فبالتالي ما تتسرعش. أرجوك لما يكون تجيلك فرصة في الميديا ادرسها بعناية, زي ما احنا بنقول إن المتحدث سواء public speaker أو سواء spokesperson محتاج يختار كلامه بعناية, كمان محتاج إن هو يختار مكان اللي يقول فيه الكلام ده بعناية. يبقى تالت نقطة هي handling the media. وخليني أقول لكم على حاجة, دايماً اللي entrepreneurs أو لسه في بداية الستارتابس بتاعتهم لسه بيبنوا مشروعهم بيقولوا إحنا يعني إحنا لسه ما فيش ميديا بتكلمنا دلوقتي, بس خليني أقول لك it's never too early to know how to handle this. رابع نقطة, showing your personal and emotional side. بنقصد بيها هنا إيه؟ لو أي حد من الحضرات اللي قاعدين قدامي حالياً لو فكرة مشروعه أو فكرة مشروعك فيها ارتباط بينها وبين حياتك الشخصية, يعني your personal story مرتبطة بالفاليو أو بالفكرة بتاعت مشروعك, يعني أنت حضرتك مش مجرد أنت دورت على فكرة مشروع ناجحة واشتغلت عليها, لأ, أنا my personal story is really connected, يعني قصتي الشخصية مرتبطة جداً بفكرة المشروع. أرجوك لو ده حقيقي قول ده في البيتش بتاعتك. الانفستورز أو المستثمرين أو الشركاء عايزين يشوفوا ده. طب ليه؟ ليه هتفرق في إيه؟ هتفرق لأن حضرتك هتكون متمسك جداً بالفكرة, هيشوفوا إن الليفل أوف كوميتمنت أو
مستوى الالتزام بتاعك تجاه الفكرة دي هيكون عالي جدا. ليه؟ لأن أنا مش بدور على فكرة وخلاص، أنا بدور على أن أنا أنجح الفكرة دي بالتحديد. وتاني حاجة، من 2500 سنة أرسطوطل علمنا أن المنطق وحده لا يكفي. يعني إيه؟ يعني أنا لما أكون بعمل البيتش بتاعتي وبعرض الستاتستكس ونمبرز وفاكتس and everything وكل ده حلو جدا، بس خلينا أفكرك أن كل ما كان كلامك أو الفاكتس دي أو الحقائق دي أو الأرقام دي مرتبطة بمشاعر، خلينا أقول لك persuasion أو الإقناع في كلامك هيكون أعلى بكتير جدا. يبقى رابع حاجة هي showing your personal and emotional side. خامس حاجة traits to embrace، صفات محتاجين إن هي تبان وإنت بتتكلم. الحضور اللي إحنا اتكلمنا عنهم من شوية اللي أنا جايبهم معايا، عايزين يشوفوا صفات محددة كده في رائد الأعمال. أول حاجة إن هو يكون passionate and ambitious، عنده الشغف وعنده الطموح. رائد الأعمال مش واحد عايز يدور على فكرة مشروع تجيب فلوس ونقطة، لا 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 لا. The entrepreneur wants to be the next big thing. He wants to be the next Facebook, the next Twitter. مش مجرد مشروع ينجح وخلاص. فبالتالي الطموح ده حاجة أساسية عايزين يشوفوها. عايزين يشوفوا إن أنت شغوف بالفكرة. وخليني أقول لكم إن دايماً لما أنا بعمل coaching على public speaking للـ entrepreneurs بيقولوا إحنا بنخاف شوية نبان too passionate، عشان الناس بتفهم ده إن إحنا too young. مين قالك كده؟ خليني أقول لك الميزة بتاعت الشباب هي الـ energy، الـ enthusiasm، الـ passion. فأرجوك بينهم لأن دول يضيفوا إليك مش يوقعوك. تاني حاجة، الصفة الـ investors عايزين يشوفوها eager to learn and learning from mistakes، إن أنت حضرتك تحب تتعلم، إن أنا بتعلم من أخطائي، وده مهم جدا. رائد الأعمال لازم يكون مطلع على كل ما هو جديد، لازم يكون بيقرأ، لازم يكون بيشوف وبيسمع. ومش بس كده، عادة لما بيكون أي رائد أعمال بيحصل له مشكلة في بداية وهو بيقوم المشروع بتاعه، بيقول أوكي كانت غلطة وعدت، مشكلة وعدت وخلاص مش هنتكلم عنها. أنت عارف أن الانفسترز أو البارتنرز أو حتى الكاستمرز بيكونوا حابين يشوفوا شخص أو يسمعوا عن المشاكل اللي أنت تعرضت ليها في بداية وأنت بتقوم الستارت اب بتاعتك وإزاي قدرت تتعداها. يعني ده المفروض مني أعمل إيه؟ يعني أنت وأنت بتعمل البيتش بتاعتك اللي جاية إن شاء الله، حاول أن أنت to report your progress، يعني تتكلم عن العقبات اللي عديت منها. ليه؟ طب ده هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم أولاً أن أنا بتعلم من أخطائي. تاني حاجة، أن لو أنا مريت بنفس التحدي اللي حصل من شوية ده أو من فترة هعرف أعديه. فبالتالي لو أنت عديت بالتشالنج ما تجيش تقول أوكي خلاص يا ريت ما نتكلمش عنه أو نغطيه. مين؟ نو لازم تتكلم عنه ولازم تقول أنت عديت منه إزاي. طيب وتالت حاجة مهمة في الصفات اللي تكون عند رائد الأعمال، تيم بلاير، بيعرف يشتغل مع فريق. طب ليه؟ عمرنا شفنا رائد أعمال ناجح بستارت اب ناجحة بيشتغل لوحده؟ No way. لما ده بيشوفوه، لما بيشوفوا ان انت شخص مش عارف تتعامل في تيم ورك او مش بتتكلم عن اعضاء الفريق بتوعك، هما بيحسوا ان انت ما عندكش استعداد ان انت تكبر. انت متعود على انت تشتغل في الايه؟ في السمول سكيل او سمول بزنس. فبالتالي انا النهارده لو انا معايا فريق بتاعي، حتى في البيتش بتاعك محتاج ان انت تتكلم عن التيم بتاعك، محتاج تتكلم هم ايه الخبرات اللي عندهم. طب انت ازاي هتستفيد من الخبرات دي؟ ده هيقومك وهيكبر جدا من موقفك وهيعززه. يبقى خامس حاجه هي صفات لما نيجي نتكلم مهمه جدا هي تظهر في كلامنا. وعلى الوجه الاخر traits to get rid of، صفات أرجوك ما ينفعش تكون عندك وما ينفعش يشوفوها. أهم حاجة وأكبر حاجة هو لأي شخص طبعا، بس ما ينفعش يكون في رائد أعمال عنده إيجو. ليه بقى؟ لأن الإيجو ده هيتقلب ليه؟ being stubborn، عنيد،
فبالتالي لما ايه لما يدخل بيتش وما ينجحش فيها مش هيسمع. هتلاقيه بيعمل البيتش اللي بعديها بيكرر نفس الاخطاء. فعايزه افكرك كويس جدا ان الايجو اللي هيقلب بعد كده اللي عند، وخلينا اقول لك اللي عند بيقلب بجهل، لان هو في فرق بين الاصرار والعناد. طب هيعمل فيا ايه؟ الايجو ده والعناد ده هيشدك لورا وهيوقفك مكانك. واول ما الانفسترز او البارتنرز يشوفوا ده فيك، يشوفوا ان انت شخص عنيد غير متقبل للنقد، مش بتتعلم، فبالتالي عمرهم ما يكونوا في صالحك. يبقى سادس نقطه هي traits to get rid of. سابع نقطه هي enhancing your public speaking skills. ينفع اكون موجوده معاكم النهارده وما كلمكوش عن public speaking skills؟ No way. public speaking skills او مهاره التحدث امام الناس هي مهاره مهمه جدا لاي حد. وخليني اقول لكم بالاخص لرائد الاعمال حاجه مهمه جدا، بس انا مش هكلمكم عن السبيتشز والبرزنتيشنز اللي انت عارف عنها قبل كده وبتقعد تحضر لها كويس. لا، انا بكلمك عن الانفورمال بيتشز او السبيكينج انجيجمنتس اللي بنقول عليها اون سبوت، فرص التحدث الغير معدة مسبقا. يعني ايه؟ يعني ما اعرفش عنها اي حاجه ان هي هتحصل. طب اعمل فيها ايه؟ اول حاجه لازم تعرف تعملها كويس جدا ان انت تقدر تعرض فكرتك بطريقه جذابه ومقنعه في اقل وقت ممكن. يعني انا لو سالت الاشخاص اللي قاعدين قدامي دلوقتي والاجابه يعني جاوب على نفسك، مش يو دونت نيد تو شير، تقدر تعرض فكرتك وتقنع الاشخاص اللي قاعدين قدامك في دقيقتين؟ شويه. طب دقيقه؟ طب 30 ثانيه؟ طب انا ليه بقول لك كده؟ لان فرص التحدث الغير معدة مسبقا عاده بتكون قصيره، وعاده حتى يعني الناس اللي قبل كده اخذت تريننج لبابليك سبيكينج او برزنتيشن سكيلز بالذات رواد الاعمال عارفين الايه؟ الاليفيتور بيتش. فخليك دايما جاهز، ازاي ممكن اعرض فكرتي في اقل وقت ممكن؟ ودايما طور. حاجه مهمه جدا لما تدخل بيتش سواء فورمال او حتى تقابل حد مهم ممكن كان يستثمر في مشروعك وعملت معاه انفورمال بيتش، اتعلم وطور عليها ما تقفش. وحتى عايزه اقول لكم على حاجه، احنا عاده لما بتدخل فورمال بيتش بتسمع اراء المستثمرين من وجهه النظر العمليه. يعني ايه؟ يعني بيقول لك انت مشروعك ناقصه ايه، او ايه فكرتك ليه مش قويه، او او او. جربت تسالهم طب حضراتكم شفتوا ايه في طريقه عرضي اللي ممكن تكون ما كانتش ذات سكسسفل او ناجحه كفايه؟ عمرك جربت تسالهم السؤال ده؟ بليز دو، لو ما عملتش ده قبل كده اعمل ده دلوقتي. تاني حاجه في الاون سبوت او فرص التحدث الغير معده مسبقا، ان انا اكون بقرا كتير، اكون مطلع على كل حاجه بتحصل في الماركت في المجال بتاعي. ليه؟ لان دي اسهل حاجه تفتح بيها نقاش او حوار، اسهل حاجه. اي حد مهم وشايف وعايز تفتح معاه نقاش، اكيد مهم جدا ان انت تكون مطلع على بيحصل ايه في الماركت عشان خاطر تقدر تفتح النقاش ده. خليني اقول لك، يو كان نيفر جيس انت هتخبط في مين او هتقابل مين النهارده. عمرك ما تقدر تتوقع، ما تعرفش، ما نعرفش مين معانا النهارده في المؤتمر ممكن تعمل معاه بيزنس. يو نيفر نو. فخليك دايما جاهز. public speaking skills يس هي مهارات مش سهله، بنعتبر ان هي مهاره صعبه، ولكن خليني اقول لك كرائد اعمال ما ينفعش ما يكونش عندك المهاره دي. خليني اقول لكم ان معظم رواد الاعمال بيعتقدوا ان الماركت او السوق هيكون مستنيهم with open arms. ده ما بيحصلش. الماركت بيكون مستنيين ازاي؟ اول خبطه هتوجع، تاني خبطه هتدوخ، لكن تالت خبطه you must be ready to hit back. طب اكون جاهز ازاي؟ لازم تعرف ازاي تكون the right spokesperson for your brand. افتكر ان انت you are what you are selling. انت وفكرتك وجهان لعملة واحدة. افتكر كويس جدا ان انت تختار your audience، مستثمرين، شركاء، عملاء.
It's never too early to learn. عمري ما كان من المبكر أو بدري إن أنا أتعلم إزاي to handle the media. بين your personal و emotional side وأنت بتعمل البيتش. عزز من الصفات اللي عايزين يشوفوها فيك زي ما اتكلمنا وابتعد عن التريتس اللي ممكن توقعك. وآخر حاجة افتكر إن أنت إزاي تطور مهارات الخطابة بتاعتك أو public speaking especially بالأخص الإيه؟ الاون سبوت. خليني اقول لكم ان 90% من نجاح اي سبيتش اي برزنتيشن او اي بيتش بيكون محدد مسبقا قبل ما الشخص بيطلع على الستيج او بيدخل اي ميتنج روم. So do your homework. خليك جاهز وايه لان دايما فكرتكم تستحق. Thank you so much. Yasmine, stay on stage. We have a surprise for you. امشيوا للوسط كده. امشيوا للوسط شوية. عليه حشمين قاعدين على جنب. Merci beaucoup. Donc Yasmine Elbaz, qui nous vient directement d'Égypte. Great talk, Yasmine. Thank you very much. Shukran. Aïchak. Et donc, Keynote, Yasmine Elbaz, elle est coach, elle est public speaking person, executive speech coach, et elle nous a parlé de how to be the right spokesperson for your brand. Thank you again, Yasmine Elbaz.